راحت، قال بدها تقعد بالأوتيل. يا ربي، صعب على فيلدان أخي. صعب على أوزجي أكتر. فيلدان ما عم تفكر منيح لقدام. اتصلت فيني 10 مرات اليوم. ليش؟ شو بيعرفني؟ يمكن مشان تضغط عليه. هاي المرة مثل القنبلة، ما بتعرف بأي لحظة بتنفجر. تخيل تروح تحكي لأصلي عن أوزجي. يا ربي دخيلك منيح، طلعتها من البيت كانت كتير صح. تصرفات أصلي غريبة، صايرة كتير عدوانية، ما بعرف إذا بسبب الحمل. هيك هي الأم، صعب الأمور عليها. عيمك مني هلأ وخبرني لشوف شو قصتك. اتصلت سونا وكانت خايفة، قال صاير معك مشاكل، خير؟ ما في شيء أخي، طبيعي يعني. قلت لحالي أرجع لمهنتي وعملت محامي، رجعت على المحكمة وصار شوية فوضى. سونا فهمان الموضوع غلط، ما في شيء. أكيد ما في شيء. ما في شيء أخي. منيح. رجعت اتصلت فيلدان؟ معلقة على فيلدان كتير اليوم أصلي. آخر مرة سمعت صوتها على التليفون قدامك وما عاد حكيت معها. ليش كل ما جبت سيرتها عم تنزعج؟ ما عم بفهمك. ماني مزعوج، قلت معلقة عليها كتير اليوم مو أكتر. تعرف إني حامل، بعلق على بدي إياه. ماشي، ما تعلقي على حدا لكان مشان ما يأثر على الجنين، بيكون زعل. زوليدا كانت كتير قريبة منا الفترة الماضية. خير أصلي؟ عم تنطي من غصن لغصن اليوم، شو القصة؟ شو علاقة جوليدا بموضوعنا؟ جوليدا وفيلدان من زمان عم يتقربوا من بعض، حتى هي بتعرف بنت أختي أكتر مني، بدي أفهم. طيب وإذا عرفتي؟ وإذا عرفتي شو رح يصير يعني؟ ما رح يصير شيء. أنا رح روح وأحكي مع فيلدان. لا ما في روحة، ما في داعي تروحي وتحكي مع فيلدان بنوب. قلي ليش بقى؟ المخلوقة هلأ رجعت لوعيها، بجوز تحكي معك شي كلمة تزعجك أو تضايقك، وهذا الشي رح يأثر عليك وعلى الجنين كمان، وأنا ما رح أسمح بهالشي. علقتي عليها كتير اليوم، خلص وسقي فيني. قلتلك لا تروحي يعني لا تروحي، يعني هذا مو وقته. خلصنا، مو أنت كل همك تعرفي رفقات جوليدا؟ ايه خلص، لكان أنا رح حل الموضوع. كيف؟ يعني جوليدا بتعرف الشاب يلي كان عم يشتغل بالبار، أكيد بيعرف عنا كل شي. هلأ بروحه بسأله شبك. إذا كان حضرته أول مرة بيشوفها لجوليدا، من وين بقى بده يكون بيعرفها؟ قلتلك رفيقة وبيعرفها، ما تعملي لي مشاكل. إيه مزبوط. طيب ماشي، خلينا نروح. طالما ما رحنا لعند فيلدان منروح على البار. كيف بدك تروحي على البار أصلي؟ خلص أنا بوديكي على البيت بالأول وبعدين بروح على البار، وبس أرجع بخبرك شو صار معي. ليش حبيبي؟ حلو والله، بلكي أنا حابة عن جد روح على البار، بدي أرقص مثلا أو أطلع على المسرح، بلكي أنا جاي على بالي غني. لك أنت شو عم تحكي؟ شو بده ياخدك على البار بعدين؟ هنيك كل عالم صايعة وأنت حامل أساسا. يعني لو ما جبك. كنت حامل كنت رح تخليني روح؟ رح تسمح لي؟ طيب بقول لك شيء، لو ما كنت حامل كنت رح أطلع فوق البار، وأنا متأكدة إنه بلحظتها رح تتركني. برأيي لازم تروحي على المشفى بأسرع وقت وتغيري هرموناتك، لأنه صاروا عم يلخبطوا، ما عم تعرفي شو عم تحكي. هرموناتي ملوا منك أساساً، هيك عم يقولوا. ليش لحتى هرموناتك يملوا مني؟ بعتقد شو ما عم يطلبوا مني عم أعمل، شو لسه بدهم أكتر من هيك؟ شبنا؟ والله ما بعرف، بس هاي الفترة رح تعاني كتير. قديش رح تستمر هالمعاناة؟ ما بعرف، لنشوف. أمي. ايه حبيبتي؟ انا مليت من هذا المكان. اوف، وانا كمان يا اوزكي. طيب خلينا نلعب شي لعبة. برأيي بلا ما نلعب هلا ونروح على بيتنا، ها؟ بتكون التيت اشتقت لك كتير، وكمان نجدت بيكون اشتقلك، شو رأيك منروح؟ ايه منروح. يلا ضبي العابك لكان.